صباح التفاؤل. ان شاء الله اشوف مع بعض ازاي احط كيوبمنت في برنامج اوتوكاد بلاند 3D. هقول له من هوم، هاجي هنا على كيوبمنت، هقول له كرييت، وابدا اختار الحاجه اللي انا عايز احطها، البامب مثلا. طيب كل المقاسات ممكن تعملها موديفاي، تمام؟ يعني تبدا تشوف مثلا الاس دبليو ديت بدل ما 20 مثلا عايز 25. طيب الاس ال دي مثلا عايزها مثلا 25. تقدر تشوف المقاسات اللي انت عايز تغيرها، التاج عايزها تبقى التاج ايه، تمام؟ النمبر مثلا، assignment، الخصائص بتاعتها، تبدأ تكتب المعلومات، الماتيريال، المصنع، الديزاين، الايتم كود، وهكذا. وبعد كده تقول له كرييت، ويبدأ يعمل لك المكنة اللي انت عايزها. هتبدأ تحطها هنا داونلود، وبعد كده تبدأ تشوف هتبقى في أي اتجاه. بعد كده لما تيجي تعمل سيلكت للمكنة دي، هتلاقي ان انت في امكانية ان انت تخرج ببايب منها، فتبدأ تمشي بالبايب بالشكل دوت زي ما انت عايز.